هذا رقم 4. طبعا لا كمل المحاضرة عن السيت، لا تزال معناه أساسا تستثمين كامل. كم 5 دقائق مشان البخيل؟
أنا المحاضرة في قانون جاوس مفهوم في الضفة الكهربائية. ما في كانت الضفة الكهربائية الأول إنه كان عندي شحنة موجبين، فضلت الحقل الكهربائي رح تبدو شو خارجة منها. هلا إذا حطنا الشحنة بسطح مغلق، ممكن يكون مكعب متوازن صفي، لا ممكن يكون دائرة كرة، المهم سطح مغلق بحس فيها. فقدناه على كل الجهات، وكان مثلا عندي تحمس له التيوب بمنبع ماء رح تطلع الماء من الصخور من كل الجهات. رح نسمي التدفق هذا تدفق الحقل الكهربائي من الداخل إلى الخارج، تدفق موجب، هنسميه تدفق موجب. هلا إذا كان عندي شحنتين موجبين، معناتها كان عندي حنفيتين مي داخل المكعب، لكن زيت مزارة الماء أكثر وأكثر، معناتها إذا زودنا الشحنة شو راح يصير؟ راح يزداد تدفق الحقل الكهربائي من داخل السطر إلى خارجه. هيزاد تدفق من الداخل نحو الخارج. شو هذا التضارب محمد؟ يلا محاضرة ثانية من الرعب. عندك محاضرة ثانية من الرعب؟ خلص أنا سيدك حضور أطلع معك إذا عندك محاضرة ثانية. إذا كانت الشحنة سالبة، إذا كانت الشحنة سالبة، الشحنة السالبة رح نستخدم مصرف في المياه، يعني كمان في سخوب عندي، رح يدخل الغاز من الخارج نحو الداخل. ومن احنا نستنى كمان خطوط الحقل كمان نفس القضية مثل خطوط المياه تمشي، معناتها الحقل من الخارج نحو الداخل إذا الشحنة سالبة هو تدفق سالب للحقل، يعني نقول إنه التدفق الكهربائي هو تدفق سالب. إذا زودنا الشحنة السالبة معناتها صار كأنه عندي مصرفين للمياه، معناتها كمية أكبر من المياه رح تدخل من السطح الخارجي باتجاه السطح الداخلي. إذا كان عندي حقل كهربائي مطوع وحطينا نحن سطح أحيان ومستوي A، ليش الحقل؟ معناتها خطوط الحقل الكهربائي المطوع معترض على السطح A، يحمل السطح دائما بشعاع عمودي على السطح ما يكون ايه هذا شعاع مثل لازم يعني على السطح مثل لازم على السطح. بتكون الزاوية بين اي و اي تساوي صفر. الزاوية الصفر شو كوساينها بيكون؟ كوساينها واحد، معناتها التدفق هون أعظم. هلا أما إذا كان يعني كل خطوطها بتمر من السطح، أما إذا كان سطح أفقي والناظر معمود عليه راح يكون الزاوية بين A و E منجلبة متعامدين، يعني متعامدين كوساين الصفر تسجل شو يساوي صفر، معناتها راح يكون تدفق يساوي صفر. هلا بالحالة العامة شو راح نذكر بالحالة العامة؟ إذا كان عندي سطح مائل بزاوية تيتا رح تكون الزاوية بين الناظم على السطح A و E زاوية تيتا، رح يكون عندي فاي يساوي E ضرب مسقط العمود إلى السطح، A العمودية والناظم يساوي E تباهية ضرب A كوساين تيتا. صعبة هاي؟ معناتها الجدار الداخلي إذا إي ضرب إيه،
ايه ضرب ايه ده ده كده او مسميش ده سلمي هو فاي هي اخدها سلمي لازم تطلع معنا شو الواحدة تبعها هي كورونا على المثال ضرب عفوا الحقل الحقل في ضرب ايه بكوسان تي ساي اي ضرب ايه نحن نقول انه كولون على عفوا نيوتن على كولون هي حقل مضروبة بالمتر المربع هي واحدة الفقر صار بنيوتن متر مربع على كولون هي الجملة الدولية واحدة الجملة الدولية هي كذا نيوتن متر مربع على كولون هذا القانون ده اي ايه تساوي تلتا سجلت الحضور تعرف في التالي سجلت الحضور في كل ما تجد نحن في بعض ما عندي قرص ار يساوي 0.1 متر موجه بحيث يصنع شعاع ناظر عليه ان زائد تساوي 30 درجة 30 درجة متر مع أشعة الحقل الكهربائي المتوضع شدته 2.10 قوة 3 نيوتن على كولون خلاص سجلت وأنتم في الحضور حبوا تكملوا معنا محاضرة كملوها أسر تدفق هذا الحقل الكهربائي المتوضع عبر خلاص يكتب قانون تدفق معوض فيه في معدوم تستر معلومة معناتها تساوي تستر معلومة ال A يساوي بي آر مربع يساوي 3.14 ضرب 0.1 مربع مع 3.14 في 10 قوة ناقص 2 متر مربع فيكون التدفق بي A كوسين تستر خلينا نعوضها يطلع معي 54 متر مربع على كولون صار هاي لازم تعودوا على الشغل الآلي حاسة هيك لازم تعودوا على الشغل فيها ايه يعني فاص هي مسموها ما بدي واقع على حاسة هي مسموها الصف الثالث انا سجلتكم حضور حبوا تكملوا المحاضرة معنا اهلا وسهلا ما بتحبوا تقروا الحاضر حملت لكم اياها في الحال كملتها انا كملتها وحملت لكم اياها تحبوا تحضروها معنا اهلا وسهلا ما بتحبوا شو اهلا وسهلا ثانية ما قيمة هذا التدفق عندما يكون M عمودي على خطوط الحقل يعني خطوط الحقل M عمودية عليها من فوق يعني قرص أفقي تمام يعني تيتا 90 درجة معناتها كوسان تيتا صفر يكون فاي يساوي صفر ثالثا ما قيمة التدفق عندما يكون ان يوازي لخطوط حق المتجه وفقها يعني قيمة ان يوازي تي على اليمين اثنين على اليمين هيك شو بيطلع معنا؟ ان يوازي خطوط حق معناته ثيتا يساوي صفر وساين ثيتا يساوي واحد والتدفق هو فاي يساوي 2 ضرب 10 قوة 3 ضرب 3 فاصلة 14 ضرب 10 قوة ناقص 2 يساوي 36 نيوتن متر مربع على كولوم متر مربع على كولوم رابعة ما قيمة التدفق عندما يكون ان يوازي خطوط حقل المتجه بعكسه هي 180 درجة هي الرابعة من 180 درجة
يعني قال على اليسار وإيه على اليمين، يكون جهة إن هيك على اليسار وإيه على اليمين، شو الزاوية بيناتهم؟ 180 درجة، بيكون قطة يساوي المليان أو 180 كوساين جي ناقص واحد، تطلع وضع تطلع بقى ناقص 63 متر متر مربع على كولوم، نفس الواحدة نفس القيمة بس بتعكسين الإشارة. ليش يعني جي اس اي جي اي ان ناظم على السطح؟ مسار غير محدود بصير حلو شكل. عندي مكعب طول حرفه ال، في حقل موضوع في حقل الرباعي مرتفع مين؟ أحسن تدفق خمسة رباعي عبر عن السطح مولع في حالتين. أولا إذا كان حقل كهربائي عمودي على أحد الجهة مكعب، كان زين كان بشكل يسار، شو كنت تدفق طلب جهة اي على اليمين اما ان على اليسار؟ اعظمي سالب الاثنين واي نفس الاتجاه، خلينا نسمي هذا فاي واحد وفاي اثنين، الاثنين واي نفس الاتجاه معناته اعظمي موجود، اعظمي سالب اعظمي موجود، شو صار مجموعه؟ مثل ما مروا علينا من شوي صفر مجموعه، واحد أعظم من نجم الثاني أعظم مساوي، مجموعة مساوي صفر. طيب إن ثلاثة وإن أربعة شو بيعملوا؟ بيعملوا إيه؟ معناتها شو التدفق؟ صفر على السطحين إن ثلاثة وإن أربعة، إذا الصفحة الثالثة والرابعة تدفق عبرها صفر، ليش؟ صار تعامد إن مع إن، انكسار كوسين صفر. كمان نفس الشيء ان خمسة وان اربعة، ان خمسة وان ستة عموديين على ايه؟ عموديين على ايه؟ زاوية في الجنبين، معناته التدفق على السطحين العلوي والسفلي الخامس والسادس صفار. تمام، هذا زمنيا ما بيزاوي، زمنيا ما بيزاوي مثل هون كيف كان، هلا هون شو هو سالب التدفق، لين نشوف الزاوية كيف كان بين اي على اليمين وان على اليسار، الزاوية منفرجة. تمام، واحد على اليمين واحد على اليسار منفرجة، بس تدفق سالب يعني. ها طيب لماذا اقترحت بين ان اثنين وان تدفق موجب بس متساويه متعاكسين بالجهه؟ شو مجموعة صفر، كمان ان ثلاثة وان اربعة نفس الشيء، واحد موجب واحد سالب متساويين، معناتها كمان تدفق الناتج عندهم صفر. هلا ان خمسة وان ستة عموديين، ان خمسة عمودي على اي، ان ستة عمودي على اي، معناتها التدفق الناتج عنه صفر. وبالتالي التدفق كله صفر. صعب المثال؟ معناتها شو ما غيرنا الشكل بيطلع نفس الحساب، هم التدفق كله يساوي صفر عبر السطح المغلق. طيب نعرف نحن تدفق الحقل الكهربائي بالحالة اللي عندنا صاير يساوي تكامل اي بي ار، اي هو الحقل لكن بجابه السطح، بي ار هو عصر تفاضل السطح بكل ار، معناته هذا البي ار. بما ان جي صاير يساوي اي بي ار، معناته صاير يساوي تكامل اي بي ار،
حيث هو سطوح كله، وبيئة وأساس قابلة من السطوحات. مثال على الكلام، إذا أخذت كرة وداخلها شحنة موجودة ونصف قطرة أرض موجودة، تمام؟ كيف بيكون حقل كهربائي إذا عندي في شحنة موجودة بداخلها؟ يكون إيه يساوي بأي نقطة من السطح؟ في شو يساوي؟ كيو على الأربعة دي يصير صفر، واحد على الأربعة كيو على الأربعة دي يصير صفر، ضرب واحد على الأربعة. هلا إيه البيئة إلى نفس الجهة كل نقطة، معناتها فاي يساوي تكامل إيه البيئة بإيه من الأشعة إلى نفس الجهة، الزاوية بينهما صفر كوساين واحد. بتكامل كيو على الأربعة بي إكس ناقص واحد ضرب واحد على الأربعة بي ودي إيه. هذه الثانية صارت لها طالعة برا التكامل. شو يجي والله دي إيه على كامل سطح الكرة؟ شو مساحة الكرة؟ أربعة بي إيه مربع. أربعة بي إيه مربع. مهم. هي مساحة الكرة. مساحة الدائرة دي ار مربع، مساحة الكرة أربعة دي ار مربع. خلينا نختصر، أربعة بي مع أربعة بي واحد، أربعة بي هاي مع أربعة بي هاي واحد، ار مربع مع ار مربع واحد، شو بدي يعني بي كيو هذا كمان صفر، معناته في حالة شحنة نقطية موضوع في مركز كرة يعني سطح مغلق وهمي، لما تدفق الحقل الكهربائي عبر الكرة يساوي فاي يساوي كيو على إبسيلون صفر. هذا سوى هون إذا هذا هو قانون جاوس، أنا تدفق الحقل الكهربائي أو بسوف هو راح يساوي مجموع الشحنات داخله مقسومة على إبسيلون صفر نقزية الخلاء كيو الداخلية internal على إبسيلون صفر. شو معنى الدائرة مكانه إنه سطح مغلق؟ إبسيلون صفر نقزية الخلاء نقزية كهربائية أو سماحية كهربائية بنسميها كمان. ممكن نطبق الكلام هذا على أي سطح مستطيل أو مستقيم مشحون أو كرة. مثال، إذا عندي سطح مغلق سي بقلب ثلاث سطوح A و B و D، وكانت شحنة A شحنة داخل A تساوي الشحنة داخل B بتاعت السين بإشارة، يعني واحدة زائد Q واحدة ناقص Q، تمام؟ واحد زائد كيو واحد ناقص كيو. تعال شوف شو التدفق في واحد منهم. التدفق داخل دي صفر، ليش ما في شحنة؟ الأصفر الأحمر تدفق داخل شو زائد كيو على سين صفر، هو تدفق خارج منه. طيب الأزرق دي شو التدفق؟ ناقص كيو على ابسيلون صفر، تدفق داخل ده. اذا لاحظوا التدفق عم يطلع من ايه الحمراء عم يفوت في بي سالب، من الموجب السالب يعني التدفق بيناتي. هلا التدفق داخل سي كله شو يساوي؟ مجموع الشحنات الداخليه زائد كيو ناقص كيو شو يساوي؟ صفر. زائد كيو ناقص كيو يساوي صفر. طيب
معناتها قبل ما عندي شحنات داخله، لان مجموع الشحن كلي انا بدي اياه على ابسيلون صفر، زائد كيو ناقص كيو على ابسيلون صفر يساوي صفر. تمام؟ اذا بهمني مجموع الشحنة الكلية داخل كي، مجموع الكلي يساوي صفر مقسومة على ابسيلون صفر. تعال شوف اللي اطبق قانون جوس في حالة مستقيم مشحون بالتزام، وشوف شلون بنقدر نحسب نحن الحقل الناتج عنه بنقطة معينة، مثل نقطة ان، مثل هي النقطة ان مثلا، او هاي او هاي او هاي، ما حددناها اصلا لان هي اي نقطة بسطح الاسطوانة. عندنا ناقل عبارة عن مستقيم بشحون كهربائية بانتظام التهاب، ماشي الحال، كثافة خاصية لمدة مثل درسنا المحاضرة الماضية. بدنا نحسب الحقل إيه الناجم عن هذا المستقيم في أي نقطة إن تبعد مسافة آر. يعني تدفق حقل كهربائي عبر الأسطوانة التخيلية، هي الأسطوانة التخيلية هي متخيلة، هي السطح الجوسي، يساوي التدفق عبر قاعدتين زائد التدفق عبر السطح الجانبي، قاعدتين زائد السطح الجانبي. ما تتدفق عبر قاعدتين ما تقوم ليش؟ يعني إي وآ متعامدين، شوفوا الناقل على سطح القاعدة هاي وهي إي متعامدين، ما شو التدفق عن السطح هذا صفر، التدفق عن هذا السطح صفر، هي فاي واحد، فاي اثنين هو سطح زائد الأسطوانة، ترى السطح زائد الأسطوانة، إي و إي إلى نفس الجهة، زائد بينهما صفر، معناتها إي بي إي شعاع، مين أشعة؟ ليش مين أشعة؟ لأنهما شعاعين متوازيين، كوسان الزاوية بينهما صفر، كوسان الصفر واحد، زاوية كسر يساوي الصفر، كوسان واحد. معناتها شو صار عندي؟ إي ضرب إيه؟ هو إن ضربها وما إلا مثل بعضها. إي طالع آخر إشارة التكامل. شو في عندي جوا؟ دي أو السطح الجانبي. شو السطح الجانبي الأسطواني يا حيوتو؟ مين بيفلل؟ شو قانون السطح الجانبي الأسطواني؟ اثنين بي ار بي اي محيط قاعدة ضرب ارتفاع، يعني اكتبوا لي صورة على المحيط القاعدة ضرب الارتفاع، اكتبوا لي اثنين بي ار بي اي الأحسن فيها راسي شو محيط قاعدة ضرب ارتفاع، لكن ما بيعمل شغلة يحفظ القانون الساحة الجانبية الأسطوانية. أسطوانة طولها L نصف قطرها R، معناتها محيط القاعدة ضرب ارتفاع المساحة الجانبية. تمام؟ واحدة المساحة اثنين بي R بي L. إذا شو تكامل بي R؟ اثنين بي R بي L. نحن نحط هلا شحنة موجودة داخل سطح الجوسي، شو هي كيو؟ بما انه هذا شو خط؟ معناتها كثافة خطية لمدة ضرب طول الخط، معناتها كيو الداخلية لمدة ضرب ال، هنطبق قانون جاوس، معناتها اي ضرب اثنين بي ر زائد صفر جانبية تدفق الجانبي يساوي الشحنة على ابسيلون صفر، الشحنة لمدة ال هي كيو يعني مبدأ إيه على أكسيرو صفر. شو بدي أحسب أنا؟ بدي أحسب إيه؟ يعني طبعا أختصر إل مع إل اختصر، هدول راحوا لتحت إي يساوي
نبدأ على 2 دي اس على 0 ار على 2 دي اس على 0 ار يقدرنا نحسب الحقل الكهربائي الناتج عن مستقيم مشحون بمسافة خطية لندا في نقطة M تبعد مسافة R. هي لازم نحفظها يا جماعة، انتوا حافظينها من المحاضرة الماضية، لندا على 2 دي اكس من 0 R. طيب هلا هون شرح إضافي بس كنت أروان نفس الكلام اللي حكيته أنا، الكلام اللي أحكيه كله مكتوب، كله مكتوب. هلا بدنا نعرف الناقل المتوازن، يعني في شحنات ثابتة وداخل الناقل صار ما في شيء. الناقل المتوازن هو ناقل لا يمر فيه أي تيار كهربائي، طالما ان الشحنات ساكنة معناتها ما يمر تيار كهربائي، طالما ما يمر تيار كهربائي معناتها ما في حقل كهربائي داخل الناقل، بيكون اي داخل الناقل يساوي صفر. هذا هو الناقل المتوازن. لان تعرف ناقل متوازن، المتوازن هو ناقل لا يمر فيه اي تيار كهربائي، شو بيكون الحقل فيه؟ معدوم. الحقل معدوم معناتها كيف بيصير الحقل كمان معدوم. هنطبق قانون جاوس هذا، إن الشحنة الداخلية شو هي؟ معدومة، معناتها تدفق معدوم. والناقل المتوازن مشحون توزع شحنات وين؟ في شحنة الناقل المتوازن على الفضاء الخارجي. أوكي، اللي هي عبارة عن الكترونات حرة. تعال شوف مثال، شو فينا الناقل المازول. عندي ناقل مشحون بشحنة كلية 7 نانو كولوم موجبة في فجوة داخل، شكله مثل دونات مفرغ من الداخل. رح نضع بداخله مركزه تمام 5 نانو كولون سالبة، هون نحط ناقص 5 نانو كولون. شو رح يصير؟ السبعة رح يجي 5 منهم لهون حسب تجاذب كهربائي، كل شحنة يعادل شحنة، كل شحنة يعادل شحنة، واحدة سالبة واحدة موجبة، يعني اللي هو 5 معناتها اللي هو الداخل 5 كمان. تمام؟ شو الشحنات اللي بيجي ناقص الخارجي؟ بإيذاء 2 نانو كولون، 7 على 8.5 بيجي 2 نانو كولون على السطح الخارجي. معناتها إذا عملنا فيها جاوس هذا النقط، شو مجموع الشحنات الداخلية؟ مين بيعرف؟ شو مجموع الشحنات داخل السطح الجاوسي؟ صفر. ليش؟ عندي زائد 5 نانو كولون وواحد 5، مجموع صفر. على السطح الخارجي بيعدي زائد 2 نانو كولوم. صعب هون؟ هذا اسمه ناقل ذو فجوة فارغة. هلا إذا كان عندي سطح مشحون بشحنة موجبة، الحقل شو راح يكون؟ اتجاه الأعلى مو هون خارج منه. يعني تخيل إنه عندي أسطوانة بتحيط بالشحنة الموجبة، هاس يعني السطحة السطحة اللي الشحنة جزء منه، الإي للأعلى معناتها كمان إي للأعلى، إذا متوازيين هون الإي والآر معناتها تدفق الحقل الناتج عبر السطح المغلق الوهمي اللي هو قاعدة فاي يساوي اي ضرب اي، وعندي شحنة سطحية رح نسميها سيجما لان هون سطح عندي،
سيجما، بتكون كيو انت داخلية يعني سيجما ضرب ايه كثافة سطحية ضرب سطح ايه، تمام. أما سطح الجانبين الى الاعلى، وسطح الجانبين شو لازم تطلعهم؟ معناتها تدفق الناتج عن السطح الجانبي صفر، عكس الحالة الأولى. هيك القاعدتين صفر وسطح الجانبي 2 بي ار اي دبليو اي. أما هون سطح الجانبي صفر والقاعدة مثل القاعدة واحدة، ليش؟ لأن سطح الاي كثير، لكن رانا اسطوانة لكن لها قاعدة واحدة. هو بي ار مربع. تعال نشوف معناته رح اطبق قانون جاوس، بيكون اي ضرب ار الحقل ضرب السطح يساوي سيجما ضرب ار على ابسلون صفر. شفنا شو هي سيجما ار على ابسلون صفر، اذا روحنا ار مع ار شو بيقلنا؟ اي الحقل سيجما على ابسلون صفر. إذا بقي الحق سيجما على إبسلون صفر، هذا نفس اللي حصلنا عليه الدرس الماضي. الحق الناتج عن مستوي مشحون بكثافة سطحية سيجما، شو يساوي الحق؟ سيجما على إبسلون صفر، إلا ما له علاقة بالنقطة المدروسة، ما له علاقة بالإكس. ذكرته آخر الدرس الماضي إنه يساوي سيجما على إبسلون صفر. ليش؟ لأن السطح لا نهائي، يساوي الكثافة السطحية على ابسلون صفر. فبكون الحقل إيبر، الإيبر طالع من السطح. هذول نفسهم عايزين نحن. خلصت المحاضرة، بس بدي منكم تمارين تقروا لي إياهم وتجربوا وتحلوا بإيدكم. هذول وظيفتكم. كله مرأة معنا، هذا الحساب تحسبوه في سهل المسألة. رابعا ثانيا هذا الشيء هون، الله يعطيكم العافية. طويلة المحاضرة فيها نظري فيه، بعدين بقريها هلا كمان. إلى اللقاء الأسبوع القادم، جايكم خير إن شاء الله. الحمد لله المحاضرة دي.